إعجاز علمي قرآني، هل تعلم ما المقصود بالخنس الجوار الكنس؟ قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، من سورة التكوير. فهل تعرف ما هو الخنس؟ إعجاز علمي قرآني اكتشفه العلماء في وكالة الطاقة الفضائية ناسا عندما استطلعوا على النجوم فوجدوا الخنس الجوار الكنس. وعندما أخبروا بما رأوه وعرضوا المشهد، علمنا نحن أن الله عز وجل قد أخبرنا به في كتابه العزيز على رسوله الكريم منذ قرون. تحدث علماء ناسا في هذه الدراسة عن شيء أسموه بالثقوب السوداء. تلك الثقوب تخلق قوة جاذبة هائلة تعمل مثل مكنسة كونية لا ترى، عندما تتحرك تبتلع كل ما تصادفه في طريقها حتى الضوء لا يستطيع الهروب منها. وربما نعجب إذا علمنا أن هذا الكلام قد جاء بشكل أكثر بلاغة ووضوحا في كتاب منذ القرن السابع الميلادي، فقد اختصر القرآن كل ما قاله العلماء عن الثقوب السوداء بثلاث كلمات فقط. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ونحن في هذا النص أمام ثلاث حقائق عن مخلوقات أقسم الله بها، وهي: أولا الخنس، أي التي تختفي ولا ترى أبدا، وقد سمي الشيطان بالخناس لأنه لا يرى من قبل بني آدم. ثانيا الجواري، أي التي تجري وتتحرك بسرعات كبيرة. الكنس، أي التي تكنس وتبتلع كل ما تصادفه في طريقها. ماذا يعني ذلك؟ منذ القرن السابع الميلادي لم يكن أحد على وجه الأرض يتصور أن في السماء نجوما تجري وتكنس وتجذب إليها كل ما تصادفه في طريقها، ولم يكن أحد يتوقع وجود هذه النجوم مع العلم أنها لا ترى أبدا. ولكن القرآن العظيم كتاب رب العالمين حدثنا عن هذه المخلوقات بدقة علمية مذهلة، وبالتالي نستنتج أن القرآن يسبق العلماء في الحديث عن الحقائق الكونية، وأن هذه المخلوقات ما هي إلا آية تشهد على قدرة الخالق في كونه. وهذا ما يدل على أن القرآن كتاب الله تعالى وليس كتاب بشر. يقول تعالى عن كتابه المجيد: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.